السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات شرح مادة اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي الصناعي. النهاردة هنشرح فيديو جديد بعنوان Definitions أو المواصفات. Lesson 1 و 2 بيدور حوالين Vocab, Control, رقابة, Vehicle, مركبة, Itself, نفسها, Invention, اختراع, Sensor, جهاز استشعار, Direction, اتجاه, Information, معلومات, Device, جهاز, روبوت, كار, سيارة أوتوماتيكية, درايفر, سائق, without, بدون, speed, سرعة, space, فراغ, environment, بيئة, signal, إشارة, movement, حركة. الverbs: drive, drove, driven, يسوق, control, يتحكم فيه, direct, يوجه, measure, يقيس, sense, يحس أو يشعر, change, يغير, use, يستعمل, invent, يخترع, connect to, يتصل به, surround, يحيط. Lesson 1 و 2 بيتكلم عن الروبوت كار أو السيارة الأوتوماتيكية، سيارة المستقبل اللي هي بتكون driverless اللي هي من غير سائق، بتسوق نفسها. What is the robot car؟ ايه هي السيارة دي؟ ايه هي سيارة المستقبل؟ A robot car is a vehicle which can drive itself. هي عبارة عن مركبة. vehicle هنا مركبة، مش مقصود بها المركبة اللي بنركبها في البحر. مركبة vehicle اللي أي شيء يركب كوسيلة مواصلات، سواء بقى كانت أوتوبيس، كانت عربية، كانت شاحنة. which can drive itself اللي بتقدر تسوق نفسها بنفسها. without a driver من غير ما تحتاج سائق. it uses computer sensors بتستخدم جهاز الاستشعار المتصل بالكمبيوتر. which controls the speed and direction of the car اللي بدوره بيتحكم في السرعة والاتجاه بتوع العربية. what's a computer sensor ايه بقى هو جهاز الاستشعار ده؟ a computer sensor is a sensor which is connected to a computer ده جهاز استشعار بيبقى مرتبط بالكمبيوتر. The sensor measures the space which surrounds the car. الجهاز ده بقى دوره ايه؟ ان هو بيقيس الفراغ او المحيط اللي موجود حوالين العربية. It then sends this information to the computer which controls the car. وبعدين بيبتدي الجهاز ده ان هو يبعت المعلومات اللي هو قاسها للكمبيوتر اللي بدوره بيبتدي يتحكم في العربية بقى ويخليها تسوق نفسها. A robot car. A robot car is a vehicle which controls the speed and direction of itself. السيارة الآلية هي عبارة عن المركبة اللي بتتحكم في سرعة واتجاه نفسها. It has sensors connected to a computer. عندها جهاز استشعار بيبقى متصل بالكمبيوتر. The sensor measures the space which surrounds the car. جهاز الاستشعار ده بيقيس المحيط أو الفضاء اللي بيبقى محيط بالسيارة. It then sends this information to the computer which controls the car. وبعدين بيبتدي يبعت المعلومات دي للكمبيوتر اللي بيتحكم في العربية. A sensor is a device that senses or measures something in the environment and it changes it into a digital signal. هيبتدي يعرف لي بقى جهاز الاستشعار هو عبارة عن جهاز بيقيس او بيحس بالاشياء من حواليه اللي موجودة في البيئة، وابتدي يبعت المعلومات دي اللي هو اسهل كشكل رقمي او كاشارة رقمية. Lesson 1 و 2 بيتكلم عن Metal Work Processes أو الأشغال الهندسية. أهم كلماته Ductile قابل للسحب، Flexible Manning Compressive قابل للضغط، Malleable قابل للطرق، تنزل قابل للشد، Hard صلب، Tough متين، Ductility قابلية السحب. إحنا اتكلمنا عن الأدجكتيف، هناخد النون بقى. Flexibility المرونة، Compression قابلية للانضغاط، Malleability قابلية الطرق، Tension قابلية الشد، Hardness الصلابة، toughness المتانة. كل الكلمات دي اخدناها في unit 1 ولكن بنعيدها للإفادة أكتر وبنستخدمها في lesson 1 و 2. grammar lesson 1 و 2 بيتكلم حوالين relative pronouns أو ضمير الوصل. عندي كتير من ضمائر الوصل، هنشرح منها في اليونت ده which و that اللي معناهم الذي أو التي. هي عبارة عن ضمير وصل بستخدمه للتعبير عن غير العاقل. انا بتكلم عن شيء غير عاقل، عندي جملتين عايز اربط ما بينهم، الجملتين بيوصفوا عندي جهاز او اي شيء غير عاقل، وعايز اربط بين الجملتين دول بدل ما هما منفصلين. هربط بينهم باستخدام which او that، الاثنين معنى واحد. زي المثال اللي جاي ده: A thermometer is an instrument. الترمومتر عبارة عن اداة.
It's used for measuring temperature. دي جملة تانية لوحدها بيوصف فيها الترمومتر، بيقول ان هو بيقيس الحرارة. طب دي كده جملة ودي جملة، انا عايز اوصلهم بجملة واحدة اللي هي ايه؟ عايز اقول ان ده الترمومتر اللي بيقيس الحرارة او الذي يقيس الحرارة. هعمل ايه؟ هسيب الجملة كده زي ما هي؟ لا، هبتدي اشيل الدوت او الفول ستوب بتاعت اول جملة، علشان الفول ستوب معناها ان انا كده نهيت الجملة وانا مش هنهيها، انا هكمل بجملة تانية. الجملة التانية بيبقى بدايتها ضمير، ضمير عايد على الشيء اللي انا بتكلم عنه. يعني انا الجملة بتاعتي التانية ابتديت بكلمة it اللي هي بتعود على غير العاقل عايدة على الترمومتر، ابتديت بيها لان انا ابتديت جملة جديدة. ما ينفعش بقى احطها وانا بربط بأداة ربط او بضمير وصل، هستخدم بدلا منها which او that اللي معناها الذي. يبقى هو a thermometer is an instrument which حلت محل it، وكمل جملتي عادي which is used for measuring temperature. ما غيرتش اي حاجة ولا عملت جهد كبير، يدوب هشيل الفول ستوب بتاعت اول جملة واشيل الضمير اللي بيعود عن الشيء اللي بتكلم عنه وحط which او that براحتي. جملة كمان، a robot car is a vehicle it can drive itself. السيارة الآلية عبارة عن مركبة بتقدر تسوق نفسها، عايز اقول هي المركبة التي تستطيع ان تقود نفسها. A robot car is a vehicle. ها، شلت الفول ستوب، شلت الضمير وحطيت which او that وكملت جملتي عادي. اكتر من جملة كمان عشان نفهم اكتر. A sensor is a device. جهاز استشعار هو جهاز which senses and measures something، اللي بيحس وبيقيس الشيء. حطيت which، ما حطيتش ضمير تاني. A micrometer is an instrument that، ممكن استخدم that عادي، قلت الاثنين معنى واحد مش بغير فيهم حاجة. That measures very small diminutions. المايكرومتر عبارة عن أداة التي تقيس الأبعاد الصغيرة. A hand drill is a tool. الشنيور اليدوي عبارة عن أداة. That makes holes in materials. اللي بيعمل فتحات في المواد الخام. That أو which. طيب ناخد بالنا بقى من ملحوظات مهمة جدا قوي. لو أنا دلوقتي عايز استخدم which أو that، بستخدم معاها بعدها verb to be أو الverb الأساسي اللي موجود في الجملة. ممكن أحذف which is أو that is وخلي الفعل الأساسي بتاعي في الجملة مبني المجهول عادي من غير ما استخدم which أو that، تبقى بنفس معناها. إزاي يعني؟ يعني مثلا أنا قلت إيه؟ A robot car is a vehicle which is driven by a computer. السيارة الآلية أو السيارة المستقبلية هي المركبة التي تسوق. is driven ده مبني المجهول، انا ما ذكرتش هنا الفاعل. by a computer تساق بواسطة الكمبيوتر، ما بدأتش بفاعل انا هنا، خليتها مبني المجهول، حولت الفاعل اخر الجملة، يعني ده مبني المجهول تصريف تالت. ممكن بقى which و is دي استغنى عنهم خالص واكتب driven على طول. a robot car is a vehicle driven by a computer، تدي نفس المعنى بالظبط. اهم شيء ان الفعل الاساسي بتاعي يكون في التصريف التالت، ما جيش هقول a robot car is a vehicle drive by a computer. المثال اللي بعده، a magnetization is a process in which iron becomes a magnet. انا ممكن ساعتها استخدم حرف جر مع which، ممكن اقول in which، ممكن اقول on which، على حسب الحاجة اللي انا بتكلم عليها. هنا معناها عملية المغناطة هي العملية اللي بيتم فيها تحويل الحديد ل مغناطيس. قلت ايه؟ اللي فيها، فيها دي يعني حرف الجر ان، حطيت ان قبل ويتش عادي جدا. لكن اقدر احط حروف جر قبل ذات؟ لا، اقدر استخدم حروف الجر قبل ويتش، انما مع ذات لا. listen 3 بيتكلم عن الانتليجنت هاوس اوف ذا فيوتشر، البيت الذكي او المستقبلي. هيتكلم عن البيت اللي في المستقبل اللي بيكون مليان بالاجهزه التكنولوجيه والتطور التكنولوجي. كي مفتاح، بوتون، زر، ريليتيفز اقارب، شيب شريحة رقيقة، فينجر برينت بصمة الاصبع، ترانز سيرفر، سيفر مرسل، ابليانسز اجهزة، واشنج ماشين غسالة، اير كونديشنر مكيف هواء، كيتشن مطبخ، سكرين شاشة، فيزيت زيارة، باد وسادة رقيقة، سنسور جهاز استشعار، ديفايس جهاز، ديجيتال سيجنال اشارة رقمية، سيجنال اشارة، لايتس لمبات، هاي فاي دي اختصار ل هاي فيديلتي،
اجهزه متميزه من الفيديو اوت كاسيت فويس صوت ادمي ريفرجريتور ثلاجه كهربيه باسورد كلمه سر راديو سيجنالز اشارات لاسلكيه دور باب كومن ادخل بريس اضغط اوبن افتح ريد يقرا كومبير يقارن فورجيت ينسى تاتش يلمس سويتش اون يشغل انلوك يفتح القفل فيزيت يزور ورك يعمل تشينج يغير سند يرسل ريكوجنايز يتعرف على كنترول يتحكم سويتش اوف يطفئ الجهاز. الانتليجنت هاوس اوف ذا فيوتشر بقى هيكلمني عن البيت الذكي في المستقبل هيبقى شكله ازاي. ذا انتليجنت هاوس اوف ذا فيوتشر ويل بي بروفايدد ويز ا لوت اوف ابلاينسز ذات ار كنترولد باي كمبيوترز اند سنسورز. البيت الذكي في المستقبل هيكون فيه اجهزه كهربائيه كتير جدا هيتحكم فيها اجهزه الكمبيوتر واجهزه الاستشعار. Movement sensors for burglar alarm. أجهزة الاستشعار دي بتركب في أجهزة الإنذار نفسها. Voice sensors to control computers and appliances by talking to them. أجهزة الاستشعار دي بتاعت الصوت بتتحكم في أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الكهربية بواسطة الكلام. يعني هتكلم للجهاز الاستشعار بالتالي ينفذ الأوامر اللي أنا بديها له. يقدر ساعتها يشغلي التلفزيون يشغلي المكيف أي حاجة أنا عايزها في الأجهزة. Retinal sensors is new technology. Which allows machines to recognize a person by examining the retina of his eyes. ده كمان هيبقى فيه أجهزة استشعار شبكة العين تكنولوجية. هيبقى فيه أجهزة استشعار ببصمة العين كده. يبص للعين يتعرف على الشخص اللي بيبص لها وبعدين يبتدي يفحصه ويسمح له ساعتها بقى ان الآلة دي تشتغل معاه ولا لا. The doors of houses will open automatically when their sensor recognize the eyes of their owners. أو مش هيبقى أصلا في مفاتيح بقى مش هنحتاج المفاتيح حتى الأبواب the doors الأبواب نفسها هتتفتح تلقائي من خلال بصمة العين هيبص للعين الشخص يتعرف عليه إن هو من أهل البيت الباب يتفتح على طول تلقائي. Name five appliances which are controlled by the computer at home. يطلب مني هنا بقى ان انا اذكر خمس اجهزة منزلية ممكن ان نتحكم فيها بواسطة الكمبيوتر المنزلي. والله كل الاجهزة ممكن اقدر اتحكم فيها. ممكن اتكلم عن ريفرجريتور تلاجة الاير كونديشننج اللي هو المكيف التلفزيون التلفزيون الكوكر البوتاجاز واي اجهزة في البيت ممكن اتحكم فيها عادي بالسنسورز. The intelligent house in the future will have a lot of appliances. هيبقى فيه أجهزة كتيرة جدا. They are controlled by computers and sensors. هيتحكم هنقدر نتحكم في الأجهزة دي باستخدام الكمبيوتر أو أجهزة الاستشعار. If someone knocks at the door, لو حد خبط على الباب, the sensors recognize person by examining the retina of his eyes. لو حد خبط لي على الباب, المستشعر أو جهاز الاستشعار هيتعرف عليه وعلى صوته. The retina of his eyes. Computers will operate washing machines, VCR, TV, switching lights. أجهزة الكمبيوتر بقى هتبقى بتقدر تتحكم في تشغيل الغسالة والفيديو والتلفزيون وتقدر تطفي وتولع النور في نفس الوقت. Lesson 4. The Citadel, القلعة. The New Valley, الوادي الجديد. Coast, ساحل. Land, أرض. Daylight, ضوء النهار. Arts, فنون أو مصنوعات فنية. Parks, حدائق او متنزهات فورتريس حصن او قلعه ايجيبشنز المصريين بيجنينج بدايه تشينج يتغير بيلد يبني سيل يبحر ريتش يصل الى لايبراري مكتبه ريد سي البحر الاحمر ريفر نهر مسلمز المسلمين برانش فرع كرافتس مصنوعات حرفيه سبرينج الربيع دي يوم ديزرت صحراء كيب يحفظ سويم يسبح دايف يغوص فاست يصوم باي يشتري. هنتكلم عن اهم الاماكن الموجوده في مصر او اهم الايفنتس او الاحداث. شم النسيم is a day on which Egyptians walk in parks and enjoy the beginning of spring. شم النسيم ده هو اليوم اللي فيه المصريين يقدروا يتنزهوا في الحدائق وبيستمتعوا بالربيع. انا همني قوي في الجمله دي الجرامر. هعيده تاني دلوقتي احنا اتكلمنا عن ويتش وذات هما كأداة ربط او ضمير وصل اقدر احطهم في نص الجملتين لو انا عايز اربط بين جملتين بتكلم فيهم عن شيء معين غير عاقل احط ويتش او ذات واكمل جملتي عادي ممكن اعوض عن ويتش باستخدام التصريف الثالث اللي هو المبني المجهول
تالت حاجة مهمة جدا، اقدر استخدم قبل ويتش حروف الجر، اقول ان اقول اون زي ما انا شايفه في المثال اللي قدامي. قلت اون ويتش، ايه اللي فيه؟ ليه انا استخدمت اون وما استخدمتش ان؟ على حسب الحاجه اللي انا بتكلم عنها. انا قلت بتعبر عن حاجه غير عاقل، وغير العاقل ده ممكن يكون مكان، ممكن يكون وقت او زمن. لو انا بتكلم عن مكان او عن شيء معين مثلا اجتماع، فهقول ان، ايه اللي فيه. لو بتكلم عن مكان مثلا الريستورانت مطعم، فهقول ان ويتش، اللي فيه جواه. انما لو بتكلم عن زمن بقى، وقت معين، اسبوع معين، شهر معين، يوم معين، زي شم النسيم كده، ده يوم، فانا هستخدم حرف الجر اون، اون ويتش، ما ينفعش اقول ان ويتش. طبعا الكلام ده لا ينطبق على ذات، ذات نفس المعنى لكن ما بحطش قبلها حروف جر. The citadel in Cairo is a place in which صلاح الدين built his fortress. القلعة في القاهرة هي المكان اللي صلاح الدين بنى فيه الحصن بتاعه. خدنا بالنا من الجرامر. in which ليه استخدمت in؟ لان انا بتكلم عن place، مكان. القلعة ده مكان، اللي فيها. The new library in Alexandria is a place where millions of the world's greatest books will be kept. المكتبة الجديدة في الاسكندرية المكان اللي فيه ملايين الكتب. اخدين بالنا من اداة الربط هنا او ضمير الوصل؟ انا غيرت ويتش خالص، استخدمت ضمير وصل جديد اسمه وير. وير ده بستخدمه علشان اربط بين جملتين بتكلم فيهم عن مكان. يعني زي ما انا قلت ويتش ممكن احط قبلها حرف الجر ان عشان اعبر عن مكان، ممكن بدل ان ويتش اصلا احط وير. يبقى انا عشان اعبر عن مكان في اداه ربط استخدم فيها يا اما ان ويتش يا اما وير. The new valley is a place where the desert has been changed into fertile land. الوادي الجديد هو المكان اللي فيه الصحراء تحولت الى اراضي خصبه، برضو وير لاني بتكلم عن مكان. خان الخليلي is a place in which Egyptian arts and crafts can be bought. خان الخليلي ده المكان اللي اقدر اشتري فيه الفنون المصريه. بصوا بغير ازاي براحتي، ممكن استخدم وير مره، ممكن استخدم in which براحتي ما دام بتكلم عن مكان. السولار سيلز الخلايا الشمسيه. listen 4 the international space station ISS generates its own power from sunlight using giant solar panels. المحطة الفضائية الدولية اللي اسمها ISS دي بتولد الطاقة الكهربية بتاعتها من ضوء الشمس باستخدام ألواح شمسية عملاقة. These panels can generate enough electricity to power about 50 large houses. الكهرباء بقى اللي أنا بولدها من الألواح دي كفاية قوي إن أنا أدير بيها حوالي 50 منزل كبير. The function of the solar cells or solar panel is to convert sunlight directly into electricity. وظيفة بقى الخلايا الشمسية واللوح الشمسي ده ان هو بيحول لي ضوء الشمس لكهرباء بشكل مباشر على طول. A solar cell consists of two layers made of silicon. One is positive and the other is negative. الخلايا الشمسية دي بتتكون من طبقتين مصنعين من السيليكون. واحدة فيهم موجب، واحدة فيهم بتكون سالب. The two layers act as semiconductors which have the ability to absorb energy from light. الطبقات دي اللي بتتكون منها الخلايا الشمسية بتعمل كأشباه للموصلات، ليها القدرة انها تمتص الطاقة من الضوء. The cell also has an electric field which forces electronic to flow in a certain direction. الخلية دي فيها مجال كهربي تقدر تدفع الإلكترونات اللي تتدفق في اتجاه معين. A solar cell acts as a converter of sunlight into electricity. الخلية الشمسية دي بتعمل كمحول ضوء الشمس للكهرباء. هنحل تيست على unit 8. أول حاجة ديالوج أحمد بيقول May I ask you some questions؟ هو بيكلم مين؟ بيكلم الأسترونوت أو اللي هو رائد الفضاء. أحمد بيسأله بيقول له ممكن أسألك شوية أسئلة؟ الرائد الفضاء رد عليه قال له yes of course go ahead، طبعا اتفضل. احمد قال له what's the international space station، بيساله ايه هي محطة الفضاء الدولية دي. الاسترونات المفروض انه هو هيرد عليه يقول له it's generator for power from sunlight، دي عبارة عن مولد كبير بيولد طاقة من ضوء الشمس. احمد قال له how big is it، قد ايه هي كبيرة. it's too big، دي كبيرة جدا. احمد بيساله how high is it above earth، قد ايه ارتفاعها من الارض. It's about 390 كيلومتر high above the earth، ده ارتفاعها 390 كيلومتر على مستوى الارض. Let's choose. The International Space Station generates its own
المحطة الفضاء محطة الطاقة الدولية دي بتولد أو بتنتج إيه؟ its own power، بتنتج الطاقة بتاعتها الذاتية. نقط is the ability to break easily when it's stuck، هي القدرة على الكسر بسهولة عند الطرق، يعني حاجة لما بدق عليها بتتكسر بسهولة، دي قابلية الطرق malleability. نقط is a process in which metal is heated and then hammered into shape، هي العملية اللي فيها المعدن بيتسخن وبيتشكل زي ما انا عاوزة، هي عملية الفورجينج التشكيل. cameras are used for، الكاميرات بتستخدم عشان ايه؟ photograph of family and newspaper، عشان ياخد صور taking. heat causes metal to، الحرارة بتتسبب ان المعدن يحصل له ايه؟ to expand، يتمدد. water must not be used fires if there is electrical equipment، المية ما ينفعش استخدمها في الحرائق. in fires، لو في حرائق بسبب معدات كهربائية. change the oil of your car at intervals، عند فواصل 1400 كيلومتر. a fire extinguisher is a device used for putting out fires، طفاية الحريق هي الجهاز اللي بستخدمه علشان النار، اخماد النار. putting off، put off يخمد او يطفئ. الماتش، a pair of calipers is an instrument for، زوج البراجل هو عبارة عن أداة بستخدمها عشان measuring diameters of round objects، بستخدمها عشان أقيس أقطار الدوائر. the high dam is a place where water from the Nile is stored for، السد العالي هو مكان بخزن فيه مية النيل عشان ايه؟ for making hydroelectric power، لصناعة طاقة كهرومائية. خان الخليلي is a market in old Cairo where، خان الخليلي ده سوق موجود في القاهرة القديمة، حيث you can buy Egyptian arts and crafts، تقدر تشتري من هناك المصنوعات الحرفية أو المصرية أو الفنون المصرية. the area of the space station is about، مساحة المحطة الفضائية عبارة عن قد إيه؟ three times the size of a football field، اكتر 3 مرات من حجم ملعب كرة القدم، اتكلمنا عنها في اليونت اللي فات. rewrite، اول جملة، a separate level is an instrument، people use this instrument for making sure that surfaces are horizontal. separate level، اداة كده بستخدمها علشان لقياس مستوى الاسطح، هو اداة بستخدمها علشان اتأكد اذا كانت الاسطح دي افقية ولا لا. وعايز نستخدم which used، which قلت ده اداة ربط، عايز اربط بقى الجملتين مع بعض. انا عندي اول جملة اهي ودي الفاصل ما بينهم، هستغنى عن الفاصل واستخدم which على طول، be used او used من غير be، واكمل جملتي عادي. the house is 60 meters high، البيت 60 متر ارتفاعه، وعايز ابتدي في the height، ارتفاع، يبقى تبقى the height of the house، ارتفاع البيت is 60 meters، كده the height في البداية بس. you can't break an iron bar easily، انت ما تقدرش تكسر قالب حديد بسهولة. وعايز نستخدم broken، broken يعني مبني المجهول، يعني حول الجملة المبني المجهول، فهبتدي بالمفعول اللي هو ايه هنا؟ iron. an iron bar can't، حط can't بتاعتي عادي اللي هو الفعل الناقص ما بيتغيرش. broken لازم احط قبلها verb to be، دي اساسيات المبني المجهول، verb to be وبعدين التصريف التالت، وبما ان هنا في فعل ناقص فانا هجيب verb to be في المصدر، لان الفعل الناقص بيجي بعديه الفعل في المصدر على طول، يبقى can't be broken. the battery makes the current flow along the wire، البطاريه بتصنع بتجعل التيار يتدفق من خلال السلك. وعايز استخدم causes، اخذنا الجرامر ده في اول يونتات. makes و causes بيعملوا نفس الوظيفه ولكن الجرامر بيختلف، makes بيجي بعدها الفعل في المصدر على طول، ولكن causes هيجي بعدها طول المصدر. the battery causes the current to flow. الباسج، the electric current in our homes is produced in power station which usually contains several generators. التيار الكهربي اللي موجود في بيوتنا بينتج من خلال محطات الطاقة اللي بتحتوي على مولدات كتيرة. these are machines which generate electric current when they are turned. وفيها آلات
او ماكينات بتولد التيار الكهربي ده اللي بيتم ادارته. بيتم ادارته ازاي؟ generators are turned by steam, oil or water of great rivers and so power stations are often built near dams. المولدات اللي احنا بنتكلم عنها اللي موجوده في الباور ستيشن دي بيتم ادارتها من خلال الستيم اللي هو البخار، اويل الزيت، ووتر الميه اللي موجوده في الانهار الكبيره. او عشان كده الباور ستيشن اللي هو محطات الطاقه often built near dams عاده ما تبنى جنب ايه؟ السدود، دامز السدود. مايكل فاراداي ميد ذا فيرست جنريتور. مايكل فاراداي ده او صنع اول مولد. هي مانجد تو برودوس ا كارنت ان ا واير باي يوزنج ماجنتزم. هي ميد ا سمول ماشين تو ران ا كويل اوف واير نير ماجنتس اند هي ذس جنريتد ا كارنت. ايه بقى فكره اللي عمله؟ هو عمل مولد ازاي؟ هو قدر ان هو ينتج تيار في السلك من خلال الطاقه المغناطيسيه. هي ميد ا سمول ماشين، عمل آلة صغيرة كده بتدار بحزمة من الأسلاك اللي بنستخدم فيها المغناطيسات، وده اللي خلى التيار عندي يتم إدارته. All modern generators depend on Faraday's work. وكل بقى المولدات الجديدة تم عملها أو اعتمدت على شغل فاراداي ده أو على فكرته. Before Faraday's time، قبل وقت فاراداي، Volta an Italian scientist made the first battery but it produced a small current. كان في بقى قبل فاراداي في واحد اسمه فولتا، ده عالم ايطالي، عمل ايه؟ عمل اول بطاريه but it produced a small current، ولكن البطاريه دي كانت بتعمل ايه؟ تيار كهربي بسيط جدا. Where is the electric supply in our homes produced؟ اين او بيتم امداد الكهرباء في بيوتنا منين؟ من الباور ستيشن. How can a generator be turned؟ ازاي بقى بقدر ادير المولدات الكهربية من خلال ايه؟ قلنا ثلاث حاجات: steam, oil or water of great rivers، البخار والمية او الزيت. Where are power stations often built؟ بتتبنى فين بقى المحطات الطاقة في العادة كده؟ بنبنيها فين؟ near dams، قلت قرب السدود علشان الطاقة الكهربائية. The underlying word which in the first paragraph refers to which in بتعود على ايه؟ الباور ستيشنز. Faraday's managed to generate an electric current by using. فاراداي اتمكن ان هو يولد الكهرباء من خلال ايه؟ الماجنتس اللي هي المغناطيس. فولتا the Italian scientist made the first. العالم الايطالي فولتا ده عمل ايه؟ اول بطاريه. The first battery. Generating electricity from them is a توليد الكهرباء من السدود دي عبارة عن ايه؟ process، عملية. سأل السؤال a not a material can be bent، المادة الخام ايه هي اللي ممكن تنيها؟ flexible، المادة الخام المرنة اقدر اتنيها. iron not easily rests، الحديد بيصدي بسهولة. area means area معناها المساحة او المسافة، بتعني نفس كلمة ايه؟ space، space او area معناهم مسافة. A hovercraft is a vehicle supported and propelled by a node of air. ال hovercraft اتكلمنا عنها قبل كده ان هي مركبة في المية بتستخدم او بتدار من خلال الهواء. Cushion، وسادة هوائية. A node is a device which detects a change in the environment and transmits a signal to a computer. هو جهاز كده بيلتقط التغيرات اللي موجودة في البيئة وبيحولها لإشارات رقمية للكمبيوتر. ده مين ده؟ سنسور. الباراجراف هنتكلم عن The International Space Station. The International Space Station is a place which generates its power from sunlight using giant solar panels. المحطة الفضاء الدولية دي مكان بتقدر تولد طاقتها من خلال ضوء الشمس، مستخدمة في الموضوع ده الألواح الشمسية. Its size about 960 meters. حجمها عبارة عن 916 متر مكعب. It's about 390 كيلومتر high. About Earth. It generates its own power from sunlight using giant solar panels which can generate enough electricity to power about 50 large houses. كل الكلام ده موجود في اليونت. نتكلم هنا عن حجمها، حجمها قد ارتفاعها سوري عن الارض،
حوالي 390 كيلو متر، وبتقدر تولد الطاقة الكهربية بتاعتها من خلال ضوء الشمس، ومستخدمة في ذلك الألواح الشمسية اللي بتقدر تولد كهرباء تكفي 50 بيت كبير. Translation: أول حاجة، a speedometer is a very useful instrument for measuring the speed of a car. عداد السرعة، عداد السرعة ده اللي بيبقى موجود في العربية، هو الأداة اللي بقدر استخدمها علشان لقياس measuring لقياس سرعة السيارة. عداد السرعة هو جهاز مفيد لقياس سرعة السيارة. A sensor is a device which can detect sounds, smell, movements, heat or light and send this information to computer. جهاز الاستشعار هو جهاز يكشف الأصوات والروائح والحرارة والضوء ويقوم بنقل هذه المعلومات للحاسوب. السد العالي هو مصدر رئيسي لتوليد الطاقة الكهربائية في مصر. السد العالي اللي هو الهاي دام. The high dam is verb to be. ما اقدرش اقول جملة من غير verb، وبما ان دي جملة وصفية بوصف السد العالي فهقول verb to be is. السد العالي the high dam is the main source، مصدر رئيسي، to generate، لتوليد electrical power in Egypt، طاقة كهربائية في كهربائية سوري في مصر. كده نكون خلصنا يونت 8. اتمنى تكونوا استفدتوا، واتمنى في الفيديوهات الجاية.